هلو، كيف حالكم؟ طبعا الموضوع رح احكي فيه اليوم، انا حكيت فيه كتير بستوريات، حكيت كتير فيه بمقاطع حتى على قناتي باليوتيوب، بس ارجع احكي فيه كمان مره لانه كتير صرت اشوف هذا الشيء بمشاكلكم، بالاسئله اللي عم تجيني. اكبر ريد فلاج عم تجيني انه شخصين بيكونوا بعلاقه، واحد من هذول الشخصين بيعامل الشخص الثاني معامله سيئه، او بيعلي صوته علي، او حتى بيحكي له بالفاظ مش مناسبه. طيب، في منكم للاسف ما بيعرف كيف يتعامل بهيك مواقف. كمثال، في صبيه بتحكي لي ديك اليوم انه الشخص اللي معها كل ما بيعصب، كل ما هو بيزعل منها، بيروح بيحكي لها كلمات مش مناسبة ومش منيحة وبجرح شعورها. هاي الشغلات بالعلاقات مش لازم نجاهلها، مش لازم نفوتها، لأنه بصير من كلام مو منيح لضرب، من ضرب الله أعلم لإيش بنتهي الموضوع. فدايما نعطي انتباه لهاي العلامات ونوقف الشخص عند حده. هلا أوكي، هو بيكون أحيانا الشاب هو بيعمل اختبار للبنت، بيشوف إنه هي كيف تتعامل بهيك مواقف، وكيف هي حدودها بحياتها، يعني كيف الحدود هي بتخلي الناس تتعدى الحدود، ولا بتكون دايركت بالموضوع وصريحة انه لا ما بصير تعامل معي بهذا الاسلوب. فإحنا اللي بنفرجي كيف الاشخاص لازم يعملونا، إحنا اللي بنفرجيهم ايش هي حدودنا وايش الاشياء اللي مش لازم يتعدوا عليها. فإحنا لازم يكون في عنا غير مبادئ وقيم كمان حدود، انه في شغلات ممنوع انت تتجاوزها او ممنوع انت تتجاوزيها، بس عشان نسبة البنات عندي اكتر من الشباب فانا بحكي بصيغة البنات. طيب، شو نعمل بهاي الحالة؟ انه اذا الشخص عمل فينا هيك، حكى كلام، يعني حكى لنا كلام لفظ مش منيح، او علّى صوته علينا، او حتى هو عمل شغلة جرحتنا بتجرح شعورنا، لازم نتعامل مع الموضوع بهدوء، مش بعصبية، ولا حتى احنا نردها. اوكي، لازم احنا نكون واضحين ودايركت نحكي مع الشخص، لو سمحت هذا الاشي ما بدي اسمعه، مش لازم يتكرر كمان مرة، طبعا باسلوبكم، مش لازم يتكرر كمان مرة، واذا تكرر وانعاد هذا الشيء ما تحاول او تغلب حالك تبعت لي او ترني لي. بس للأسف يعني الاغلب او الاكثر هي بتجاهلوا هذا الاشي، بمرقوا 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 لانهم بدهم يكونوا بعلاقة، فما تكونوا ديسبريت عشان علاقة بليز. فإحنا ما ننفعل نحكي بكل هدوء ورواء، لأنه إحنا بدنا نفرج الشخص كيف لازم تعاملني، إنه أنا ما بلعب بالعلاقة، إنه أنا سيريوس، وهذا حد ما في داعي إنه أنت تتعدى. في صبية بعتت لي إنه في شاب بعت لها إنه حكى لها يعني كلمة مش مناسبة، وهي رح تعمل لك بلوك. وانا البلوك اذا نحط ما ينشال نهائي، الا يعني اذا خلص انتهت العلاقه وانتهى كل شيء وما في رجعه، لانه البلوك معناها انا ما بدي اياك بحياتي. وهي انا مسج بوصل لك اياها، انه كل حدا يكمل حياته، انه انتهى فينيتو. فالصبيه هون انفعلت، هي فرجته انه اي شخص ممكن يحكي لها، يحكي معها بطريقه مو منيحه ويحكي لها كلمه مش منيحه، هي بتروح بتنفعل، بتعصب وبتعمل بلوك. فهون الشخص بيعرف انه سهل انه الدخول لمشاعرها والتحكم بافكارها. يعني هون احنا بنعطي الشخص باور انه هو يتحكم فينا ويعمل اللي بده اياه، لانه كل ما بده يستفز هاي البنت، كل ما بده يعصبها، رح يعرف على اي زر يكبس. اوكي، يعني اذا هو بده يعصبها او يستفزها رح يحكي لها كلمه منيحه، لانه هو عارف انه في بلوك، انه هي تحسست، انه هي انفعلت، انه هي عطته اللي بده اياه. فكونوا هادين وانتوا عم تحكوا للاشخاص ايش هي الحدود تاعتكم، بشكل لطيف وبشكل محترم. اذا الشخص هاد عاد الشغله هاي تاني مرة وثالث مرة، هون بيكون معناها انه هو مش محترم العلاقة، ولازم يكون في اعتذار. يعني اذا الشخص فعلا انه هو حاسس انه هو غلط،
لازم يكون في اعتذار انه هو فعلا يعتذر على الشيء اللي صار. لانه يعني هذا حكيت لكم هذا شيء كبير ما تستهينوا فيه وما تتجاهلوه، لانه موضوع الكلمات اللي مش مناسبه، موضوع حدا بيعلي صوته علي، هذا الموضوع رح يتفاقم، لانه الاشخاص بضلهم يكبسوا زرار علينا ليشوفونا احنا لوين ممكن احنا نسمح لهم ونعطيهم صلاحيه انهم كيف يعاملونا. احنا ننتبه على هذا الشيء. نهايه الفيديو، وديري بالكم على حالكم، انتو قيمين، ما تنسوا هذا الشيء، ما تخلوا حدا يعاملكم اقل من اللي انتو بتستاهلوا لو شو ما كان. دائما اعطوا انتباه للعلامات التحذيريه اللي هي ريد فلاكس. اوكي، باي.